بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مزمل، أنت في محاضرتك عندك محاضرة في الحوار الساخن، قلت إنه ما في عالم في السودان، قعدني بتقول بعض العلماء إنه شنو كثير من العلماء إنه قلتوا ديل ضلاليين. طيب أنا أسألك سؤال، ممكن تضلنا لعالم يعني أو تورينا عالم إن إحنا نطلب منه علم؟ أنا أستغرب علم فوجهونا، يعني ما تخلونا طايحين ساكت، كل واحد يجي يقول ده ما عالم وده ما عالم وده ما عالم، مين هنشيل العلم من وين؟ وفي سؤال انا درت لك ليه يا اخي، الناس كلهم علماء، طيب هل انت عالم؟ وزاد العلم ورثه، انت العلم ورثته من وين؟ ورونا مشايخكم، يعني نقدر نشيل منكم علم اذا كان انتم علماء طبعا، ولو كان ما في علم كمان خلونا نلف ساكت. طيب الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يعني زول وشكله شوية زعلان مع انه الوطشت يعني كويس، وهو بيدافع عن مشايخ انصار السنة وشيوخ انصار السنة، ولا نزال نقول انهم ضالون مبتدعون، خاصة الشيوخ بتاعنا انصار السنة. يعني لو عذر الجهال منهم لما يعذر يعني شيوخهم، لانه نفس شيوخهم ديل هم اللي كان بيأصلوا للمنهج السلفي. يعني عبد الرحمن حامد كان بيبكي لما يذكر المشي مع أهل البدع ويذكر بعض أسماء شيوخ أنصار السنة ذاتهم، كان بيبكي ويقول قال السلف من جلس في مبتدع، إذا جلس المبتدع في مجلس فلا تجلس فيه حتى يذهب حره، قال ومتى يذهب حره؟ قال شهرين أو ثلاث. تخيل لو جاء مبتدع وقعد في كرسي، تاني ما تقعد في الكرسي ده إلا بعد شهرين عشان يكون حره شنو انتهى. هل عبد الرحمن حامد بقى مبتدع ولا ذهب حر المبتدع؟ المبتدع ده ربطوا له لديتر ولا بقى عامل كيف عشان انت تمشي تسمع له كويس؟ عندك محمد مصطفى عبد القادر، زول بينبذ الصحابة، يا اخي انت عندك غيرة على شيوخ انصار السنة وما عندك غيرة على الصحابة؟ وربنا قال عن الصحابة، انت مش دار العلماء، الصحابة هم العلماء. ربنا قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. الذين أوتوا العلم ديل منه؟ ديل الصحابة. تدار علماء ولا دار تدافع عن جماعتك؟ انت موضوعك ما علماء، موضوعك تدافع عن جماعتك. انت عندك الهواري يدافع عن سيد قطب في سبه لنبي الله موسى ويجوز المظاهرات ويقسم ال 12، وفي النهاية قال الثورات العربية الموجودة الآن دي قال ما تدخل في مسألة الخروج، ويدافع عن أهل البدع والضلال زي ناس محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، المرقوا الناس للشوارع وسفكوا دماؤهم واستحلوا أعراضهم وانتهكت الأعراض بسبب هؤلاء، بيجيبوهم أنصار السنة ويستضيفوهم. عرفت؟ أنصار السنة بيدافعوا عن شيوخ السرورية، ناس عبد الحي يوسف ده رئيس انصار السنة الحالي بيدافع عنه، ويقول الدعم بتاع الخليج بقى يجي عبر عبد الحي، فانتوا لو اتكلمتوا في عبد الحي بتقوموا تقطعوا الدعم اللي بيجي عبر عبد الحي، وربنا قال الدعم ما بيجي عن عبد الحي، ربنا قال وفي السماء يا انصار السنة. اسيدي انا اشيل منهم علم؟ يقريني انه الرزق عند عبد الحي برضو؟ ها؟ دي اسمع، دي ما مشكله ذاتها، اسي لو لما فيك الخنجر يقول لك اسمع بقينا في سرج واحد يا معلم كويس، دي ما مشكله كبيره ذاته. فديل ما بياخذوا عنهم علم ولا اخذوا عن منه. خالد عبد اللطيف قاعد في نص المركز العام اللي بيجي يكرموا فوق الصوفيه وداك لافي مع الانصار ويمشي للاخوان المسلمين، يقعد مع شيخه ذاته رئيسه قاعد مع الاخوان المسلمين وقال نحن والاخوان المسلمين بنجي لبعض ونمشي مع بعض وننزل مع بعض ونطلع مع بعض، ديل بياخذوا عندهم علم ودين؟ نحن في السودان بيقول لك ما علماء ولا فينا واحد عالم. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يمن علينا بالعلم، والله ما عندنا اي حاجه الا اننا راينا منكرا فانكرناه باستطاعتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ونسأل الله الخلاص. ونحن دارين منهم بكلامنا لا ما دارين نتفكه فوقهم، دارين انهم يتوبوا ويرجعوا للمنهج الهم زمان
أنتم كانوا بحاربوا فوق السرورية، الآن السرورية انقلبوا أنصار سنة ولا أنصار السنة انقلبوا سرورية، ولا أنت أنصار سنة وسروري أنا، فهمت؟ والشغلة جاطة. الحاصل شنو؟ عرفته؟ أما لو داير العلماء، العلماء في علماء في 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 الجزائر، في علماء في السعودية، ها الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ ربيع وغير من أهل العلم موجودين، والإمام البخاري بوّب في الصحيح باب الرحلة في طلب العلم، وجاء بقي بن مخلد من الأندلس إلى الإمام أحمد في العراق، دي كم سنة بالكرعين، رحلة في طلب العلم، باب الرحلة في طلب العلم، وقام جاب قصة موسى عليه السلام مع الخضر. فيبقى انت لو داير علم صحيح امشي تعلم عند هؤلاء العلماء، وهذا ويكون عندك الشرف. وسافر بعض السلف كما سافر ابن أبي حاتم، ذكروا الإمام الذهبي وغيره، قال سافرت في طلب الحديث، قال فمشيت فعددت 1000 فرسخ، الفرسخ بخمسة كيلو، يعني كم؟ 5000 كيلو بكراع، كويس؟ من هنا لبورسودان ما 900 وحاجة، أضرب الشغلة دي في 5 وحاجة، صح ولا ما صح؟ مش دي الرحلة في طلب العلم، وتمشي ده بقى صعب عليك، كويس؟ وعلى الشيخ ابن عثيمين سئل إذا كان بلدك ما فيه علماء أو كان العلماء فيه علماء ضلال تسوي شنو؟ اقرأ الكتب وأحسن اختيار الكتاب. عشان كده الشيخ مقبل رحمه الله قال العلماء الذين قالوا لا يؤخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي ولا مصحفي، قالوا هو الذي لا يحسن اختيار الكتاب. فشيل كتاب من كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من كتب العلماء الموثوقين، ثم قرأ فيه، وما أشكل عليك اتصل، بدل تخش اليوتيوب وتحضر للهواري أحضر للفوزان واسأل، والوسائل المتيسرة وشروحات موجودة تسمع وتلخص وتكتب. يا أخي الواحد تلقاه قاعد في الجامعة دي يجيك في آخر شهر، يجي في آخر شهر يجيبوا له الشيتات في آخر شهر، وفي حاجات يقول لك والله أنا أستاذ المادة ذاته ما شفت، يقراه ويخش ويجيب A بلس، صح ولا ما صح؟ ها انت ما قادر على الدين، ما قادر عليه، الله واحد، دي دار لا الهواري لخبط لك دينك، ها ما يشكل عليك من امر الدين، اسال منه واجتهد واطلب بالحق والطريق الصحيح، كويس؟ فالزول يا اخواننا ما يقعد يلبس على الناس. نفترض ان السودان ما فيه عالم، ما في قنوات ثانيه ووسائل اخرى لاخذ العلم، فده كله هو ما موضوع بتاع طلب علم ولا ما طلب علم، وإنما هو دفاع عن أيوة عن الجماعات. ودي أخواننا الحزبية، والله نحن قبل كنا أنصار سنة، أنا قدامك ده كنت مسؤول الجامعات في تنظيم جماعة أنصار سنة، زي ما قال لك شيخ مزمل لا في طرابيزة لا كرسي، القلم ذاته بالمجاسر، فهمت؟ ومزول وإنت بتتنفق ساي، فهمت؟ زي ما قال ومما يزهدني في أرض أندلس سماع معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد، فهمت؟ زي ما قال المثل السوداني ركشة بيبوري قندران، ما في أي حاجة عشان تشتغل شغلة، يقول لك 14 اجتماع وغرروا لابد من أن يمر باللجنة العليا لتقرير البرامج، وبعد ذاك تنبسغ منها لجنة عشان تشوف الأساليب الدعوية المنبسغة من المتحدثين. يا ده موضوع طويل، ده موضوع طويل، خلي الجماعات دي ما بتستفيد منها والله، زي ما قال لك شيخ مزمل الا ضياع الازمان، ما بتستفيد، تكون قاعد تباري الهواري عنده شنو ولغاء شبابي، ها في شنو كلام فارغ ساكت، جيب لك مين شكوكه مين يا لك الله ما تضيع زمننا. طيب قال السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام، ماذا تقول في من يقول لا يجوز الحديث في رؤوس الطرق ومشايخها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم العلماء لحومهم مسمومة؟ وهذا ما المشكلة هنا يا أخواننا، ده ما حديث، ده كلام ينسب لابن عساكر رحمه الله، عرفته؟ إنه قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتهكيهم،
يعني معلومة، فمن وقع في أعراضهم بثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، وده الكلام في العلماء. طيب إذا كان الكلام في العلماء، إذا كان الكلام في العلماء بتكون لحوم مسمومة وربنا بيبتليك بموت القلب، كيف كلام الدجال محمد مصطفى في الصحابة لحوم ما مسمومة؟ فده أول حاجة يا أخواننا، ما حديث، ده ما حديث، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الناس اللي بيجيبوا الكلام ده عشان يدافعوا به ديل دعاة بتاع ضلالة، عشان انت ما ترد عليهم بيقول لك لا والعلماء لحومهم مسمومة، والأحاديث بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترد على هذه المقولة إذا نزلوها في أهل ضلالتهم، لأنه أي زول جاب باطل نحن في الشريعة أمرتنا إنه نرد هذا الباطل ونبين هذا الباطل، والأدلة كثيرة جدا، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قال كلاما باطلا إلا ورد عليه عليه الصلاة والسلام، وبالغ بالنكير في ذلك بالحكمة التي يقتضيها المقام عليه الصلاة والسلام. فلما سمع رجلا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له بئس خطيب القوم أنت في المكان طوال رفته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد ويغير المنكر يعني في الحال ويبين ذلك، وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بعدين العلماء اللي بياخذوا منهم علم، ديزي الهواري ما قادر يدافع عن العقيدة، ما قادر يدافع، يجي للإزيرك يقول له يا شيخ محمد وهل يوجد تصوف حق، وإني أسألك، تسألك شنو أنت المفروض إن تقول له إني أجغمك، تجيب الكتاب وتجلده، فهمت؟ ويقول لك الأدب، وما الأدب في المناظرة، وذاك يديه موضع فيه مطعم في علماء أهل السنة والجماعة العلماء الحقيقيين، ذاك يقول له نعم قرأته ويخدته، قرأته ما معناه صح؟ معناه منهجك باطل يا الهواري، ده بيطعم في منهج أهل السنة والجماعة، فهمت؟ فهل لا تأخذ منه علم؟ زول عقيدته ما قادر يدافع عنه، وما يدافع عن الإسلام الصحيح والدين الصحيح والعقيدة الصحيحة، ما قادر يدافع عنه، لا تأخذ عنه دين كيف؟ عرفته؟ فده كلام يا أخواننا يعني كلام واضح، أي زول جاب باطل هذا الباطل يرد حتى لو كان من العلماء ذاته، كما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يعقب على قوله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع في الرأس ويقال له سمعنا وأطعنا وينصر، هذا القول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، عرفته؟ أما الهواري قال الهواري ده ما فالح، ده فالح في الشحدة بس، جاب إنه قاعد له مع جماعة، واحد اسمه مين كده، واحد اسمه مين، قاعد معهم وبيطعن في دعوة في الدعوة بتاعت أخوان، موضوع كله قروش بس، قال هؤلاء الشباب لهم مارنجين غرفة خاصة ويرفعون اليوتيوب وإلى آخر، ونحن قال شبابنا ديل ما بيعرفوا يرفعوا في اليوتيوب، أسي ده شيخ عليك الله يا أخزاته، لما تبقى شحات تشحط الرصيد، أسي أنا بديك جنيه بفعل لك خدمة ولا ما في، مش أنت مش ده تشحط رصيد يا خليك، زي الأخوان المسلمين النجات ديل في باطلهم ده نجات فيه، الأخ المسلم لما يشحد بيشحد له مصيبة كبيرة، يشحد له مدرسة، يشحد له جامعة، فهمت؟ بيشحد له مصيبة كبيرة، لكن تشحط في الرصيد يا ناس ما تخجلوا، أسي ده عالم كذا، أنا قاعد كذا قدامه وهو بيتكلم لي عن الورع، وأنا حضرت المقطع بتاعه وهو بيشحد في الرصيد، ده تاني ما أخذ منه دين كيف يا ناس؟ فما تنتمي يا أخواننا، دي مشكلة الجماعات، جماعات دي بتحرق، زي ما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، قال الجماعات دي فيها حطب وعصب، فالحطب يبنى به فإذا انتهى البناء حرق، شوف التشبيه ده سمح كيف، قال والعصب هؤلاء الذين ينالون المناصب العليا ويستمتعون بهذه المناصب، وإنت ربنا سبحانه وتعالى أمرك ببلاغ الحق وتعلمه والبعد عن مشابهة المشركين. طيب فرصة مفتوحة، برضو في طالب طلب إنه
قال أنصار السنة بيجوا في هندسة وتبينوا إن شاء الله ربنا يسر نلحقهم لك بإذن الله. فرصة مفتوحة.